انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. كنت نشرت فيديو برد فيه على العظة اللي ألقاها الأنبا توادرس بابا الكنيسة المصرية، واللي قال إن فيه 2-3 كده طلعوا في المقدر وبيشككوا في المسيحية، وأثبت بالأدلة إنه بيقصد الأخ معاذ عليان والأخ محمود داود، وقلت إن الإخوة ناقلين لما في كتب علماء المسيحية، وأيضا بيعرضوا أقوال وتفسيرات لآباء الكنيسة ورجال الدين المسيحي، وأثبت بالأدلة القاطعة إن اللي بيشكك في المسيحية هو الأنبا توادرس نفسه، ومعظم علماء المسيحية كمان بيشككوا في المسيحية. وفي نهاية الحلقة طلبت إنه يرد على اللي بيقول عليهم إنهم بيشككوا في المسيحية. المهم بعد كل ده ألاقي تعليق على الفيديو من واحدة ست بتتهمني إن أنا نسيت تعليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي أوصانا بالذمين المسيحيين خيرا، ووصاياه لجيش المسلمين في الحروب أن لا يقتلوا عابد في صومعة ولا يهدموا معبدا ولا يسيئوا للرجال والنساء والأطفال، وبتقول إنها معتادة على الأدب والأخلاق العالية والتعاون والتسامح من الأخوة المسيحيين، وختمت كلامها وقالت عيب لما تقولوا أشياء تسيء ليهم لأنهم هيردوا الإساءة لدين الإسلام، عيب كده يا جماعة. اللي كتبت التعليق ده عايزة تبين إنها مسلمة، لكن من الأرجح إنها مسيحية لأنها واضح إنها ما كلفتش نفسها وشافت الفيديو اللي ما فيهوش أي نوع من أنواع الإساءة ولا الإهانة سواء لشخص الأنبا توادرس أو لأي مسيحي. ومن تاريخ إسلامي حتى الآن لم تصدر مني أي إساءة أو إهانة للمسيحية، والكلام ده وضحته في فيديو عملته مخصوص علشان أرد على المسيحيين اللي بيتهموني إني بشتم المسيحية زي ما فهموهم القساوسة، وبينصحوهم كمان علشان ما يسمعوش الكلام اللي بقوله بالأدلة والبراهين. المهم نبدأ نحلل مع بعض كلام الست دي سواء كانت مسيحية أو كانت مسلمة، ونعلمها تعاليم الإسلام في التعامل مع المسيحيين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فعلاقة المسلم مع المسيحي بتكون بناء على ضوابط مبنية على العدل وعدم الظلم، كما قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والآيتين دول بيرسموا للمسلمين المنهج اللي المفروض يمشوا عليه مع المخالفين في الدين، وهو إن لو حد من المخالفين ما حربكش أو ما أذكش فما فيش مشكلة إنك تبره وتكون علاقتك بيه كويسة، لكن اللي بيقتلك ويحاول أذاك فقط علاقتك بيه واتخذ كافة الوسائل لتأديبه علشان ما يتجاوزش حدوده. فهل تعامل المسيحيين معايا كان بالود والرحمة واللين، ولا كان بالقسوة والإهانة والاتهامات في الشرف؟ حضرتك أنا إنسانة لما قررت أعتنق الإسلام تم اختطافي وحبسي في الدير، وبعد ما عرفت بفضل الله أهرب منهم ب4 شهور طلعوا على قنواتهم الفضائية وقالوا إني مخطوفة وإن زملائي المسلمين خطفوني بالرغم إنهم عارفين كويس وكنت عندهم في الدير بعد إشهار إسلامي. ولما طلعت وقلت أنا مش مخطوفة ووضحت أسباب اعتناقي للإسلام وتركي للمسيحية بالأدلة والبراهين حرموني من ولادي وبعتولي رحومة الحرامي علشان يساومني أرجع المسيحية ويرجع لي ولادي،
ولما فضحته وسجلت له المكالمات اللي بيأكد فيها تواطؤ الكنيسة ورجالها أدعياء المحبة في حرماني من أطفالي علشان أسلمت، استضاف طليقي وبدأ يتهمني بالدعارة ويقولوا إن رحت الإسلام علشان الدعارة وإن الإسلام دين زنا وحسبي الله ونعم الوكيل. فحضرتك دي حرب وهم اللي بدأوها والبادي أظلم. وبالرغم من كل الظلم ده اللي بتعرض له من أدعياء المحبة إلا أني برضو برد عليهم بأدب وبقلب الطاولة عليهم وبدافع عن نفسي وعن ديني اللي اعتنقته، وبرد على الإهانات اللي بيوجهها أدعياء المحبة لسيدنا محمد وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنجاسات اللي بتطلع من رحوم الحرامي وزكريا بطرس اللي زرعوا الأنبا شنودة علشان يهاجم الإسلام. ولما أحد الإعلاميين سأله عن أكاذيب القمص القذر زكريا بطرس وشتمه وسبه للإسلام ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لعلماء المسلمين إنهم يردوا عليه. ماذا لم نجد تصريحا من الكنيسة القبطية إنه يا جماعة زكريا بطرس ده اللي بيهين الإسلام كل يوم إحنا ضده، بلاش نشلحه أو نحرمه أو نعمل أي حاجة فيه، يعني بس إيه؟ لأنه عشان المسلمين يحسوا إنه يعني إن فضيلتك مش موافق على الكلام ده. انا قلت لك هاجمه، انا سالتك انت عاجبك الكلام اللي بيقوله. شوف لحضرتك، انا حاليا يندر ان انا اسمع الصوت، ما بشوفش الحاجات دي، لكن زمان سمعت بعض الحاجات. وبعدين كان بيقول انا بتساءل والجا للشيوخ المسلمين الافاضل ردوا علي، يردوا عليه، فأصبح في حوار بينه وبين شيخ مسلمين يردوا عليه. دي مسألة حوار. فأنا بعمل بنصيحة الأنبا شنودة وبرد على الأكاذيب اللي بيرددها المناصرين وأتباعهم على الإسلام، وبرد على الإدعاءات اللي بيتهموني بيها أدعياء المحبة. وعلشان ربنا كبير ومعايا دايما وبيكبر بخاطري، قدرت بفضل الله اني احصل على تسريبات بالصوت والصورة للأراجوز بيعترف فيه ان رحوم الحرامي وعده بفلوس علشان يطلع ويهيني الاسلام ويتهمني بالباطل. وعلشان كده عملت فيديوهات برد فيها على الحرامي رحومة والأراجوز خيري على تدليسهم وكذبهم، وكل برضو من دينهم ومن كتابهم اللي بيؤمنوا بيه، وأثبت لهم بالأدلة أن المسيحية دين بيشجع على الزنا والدعارة. وبعدين أنت بتقولي أن من وصايا الرسول لجيش المسلمين في الحروب أنه لا يقتلوا عابد في صومعة ولا يهدموا معبد. فأنا اللي اتحاربت كتير وما زلت أحارب من أدعياء المحبة، وأنا ما مسكت السلاح ولا وقفت على مدفع ولا مسكت سيف ومشيت في الشارع وقطعت بيه رقبة كل مسيحة قبله. دفاعي بالكلمة والحجة، فأنا أحججهم بما في كتبهم وبما يعتقدون به، زي ما كان الأنبياء جميعا يحججون قومهم زي سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أني تعلمت من الإسلام الأخلاق الحسنة والأدب في الحوار، وأطبق قول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأنا أجادل وأناقش بحسن الخلق ولين الكلام، وأخاطبهم دايما بأصدقاء المسيحيين وأقول لهم ما أريد لكم إلا الخير، أما الذين ظلموا منهم أو أساءوا الأدب فاستحقوا مني ما يليق بهم من الغلظة لسوء أدبهم. وده مثال على تعاملي مع أدعياء المحبة بالغلظة. فتعالوا نسمع رسالة صوتية وصلتني النهاردة من واحدة مسيحية ونرد عليها رد مفحم إن شاء الله. واضح كتير انك قريان الكتاب المقدس، بس شكلك وحدة واطية وسافلة ومنحطة. لو اصلا بتحترمي حالك كنتي لما تروحي على الاسلام ما بتحكي على دين اهلك دين ابوك وامك يا ساقطة يا واطية يا منحرفة انتي، فهماني؟ بعدين على فكرة نحنا اذا صرنا يوم من الايام قررنا نغير ديننا ونغير عن المسيح، إذا صار يعني مع أنه ما يمكن يصير، صدقيني رح نروح نعبد بوذا ونتبع بوذا ولا نتبع نبيك الكذاب يلي وصفه المسيح بالكاذب الكاذب. خليكي مبسوطة بإسلامك كتير منيح، ثلاثة يقطعون الصلاة المرأة والكلب والحمار شبهوكي بالحيوانات. فرحي حبيبتي، على فكرة نحن مبسوطين أنك أسلمتي، تعرفي ليه؟ انه نحن متمنين للمسلمين الاسلام ياخد كل الزبالة اللي عنا، ما بدنا حدا منكم، كل الزبالة اللي عنا روحوا روحوا
يعني روحوا على الإسلام، روحوا الله يخليكم، خلي الإسلام ياخدكم، لأنه من أشكالكم هي لا يرثون ملكوت السماوات، فنحن ما بدنا ياكم. فروحوا على الجنة اللي وعدكم فيها محمد، يعني هي أسهل لك طريق، خلص بس نطقتي الشهادتين دخلتي الجنة، شو بدك أسهل من هيك طريق؟ طريق جدا سهل. واضح جدا ان التعليم المسيحية اللي تعلمتها الانسانة القذرة دي واللي موجودة في كتابها اللي بتؤمن به غير واقعية وغير قابلة للتطبيق، فبالرغم ان كتابها قال لها الشطمون لا يدخلون الملكوت الا انها بدأت بالسب والشطم وما التزمتش باللي جه في رسالة بولس الرسول الاولى لأهل كورنثوس 16، ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهنا مفيش قدامها إلا خيارين، إما تعترف بصحة النص ده وبكده تكون خلفت كتابها ومش هتدخل الملكوت لأنها شتمتني، أو تقول إنها مش معترفة بالنص ده وتروح تعبد بوزة زي ما قالت، ولو إن مفيش اختلاف بين اللي بتعبده دلوقتي وبين بوزة فكلاهما أصنام وثنية وما تعمليش فيها قديسة قوي وغيرة على دينها. فتعال نشوف اعتراف أبوك متى المسكين على اللي جه في كتابك واللي مش عايزانا أتكلم عنه. وانت لازم تعرفي كويس قوي ان انا مش بتكلم من دماغي، وكل اللي بعمله اني بنقل من كتبكم واعترافات ابائكم. فالاب متى المسكين قال في الكتاب اللي بتؤمني بيه وبتعتقدي انه وحي من الله وان انا ما ينفعش اتكلم عنه، ان سفر حزقيال فيه 24 اصحاح من وساخة الزنا وفحشاء الانسان. وطبعا ده مش كلام نهى السيد ولا هو كلام عالم مسلم، ده كلام موجود في كتاب النبوة والانبياء في العهد القديم للاب متى المسكين صفحة 227، واللي بيقول فيه تحديدا سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها. 24 إصحاحا يفتح بهم حزقيال نبوته عليهم، فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان، هذا من جهة الإنسان، وكل غضي وعقاب بكل أنواع العذابات المعروفة من جهة الله. والذي نخرج به من هذه الإصحاحات أيها القارئ العزيز إن الله صعب، صعب ومريع جدا، وويل وويل لمن يستهين بلطفه وطول أناته. أتمنى أنك تكوني منصفة سواء كنت مسيحية أو مسلمة وتحكمي بالعدل في الموقف ده، وشوفي كمية الغل والحقد اللي في قلوب أدعياء المحبة. تحب أسمعك أخلاق عالية كمان وتسامح أكتر من كده من الإخوة المسيحيين؟ اتفضلي اسمعي المحبة المزعومة في الفيديو اللي جاي ده. أنا بحذرك وبنبهك، في يوم من الأيام لازم تبتدي بالأوضاع، لازم، وساعتها اللي زيي، أنا ما بقولش اللي زي حد، أنا ماليش دعوة بأي حد، بس اللي زيي، صدقني، صدقني، لن تشفع لك عنده آية في أي كتاب في الدنيا، تنتقم منك أشر انتقام، صدقني، أنا النهارده وزير داخلية، أقسم بالله لن أدع مسلم يعيش في مصر إلا وأقتله، ولن أقتله فقط ولكن سأمثل بجثته، رجل، كهف، امرأة، طفل، رضيع، لن أرحمه، لن أدع مسلم يعيش في مصر إلا وأقتله، ولن أقتله فقط ولكن سأمثل بجثته، رجل، كهف، امرأة، طفل، رضيع، شوية رعاية عمامة، زبالة، 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 حصيلة الكنائس اقتلوهم واضربوهم، إيه الظلم ده؟ ستكون البلد لينا وهتتقلب الاوضاع، ولو وقعت في ايد واحد زيي لن ارحمه، لن ارحمه، لا طفل ولا كف ولا امراه ولا رضيع ولا اي شخص مسلم ممكن اسيبه، لن تشفع له اي ايه لا قران ولا انجيل، همثل بجثته، هفرمه في الشارع، وده يوم هيجي لازم، انا مش هسيبه، انا معتوم، معتوم احساس المحبه ناحيه المسلمين، كان ادعى اي شيء مسلم الا وفرمته ورميته للكلاب، كان ادعى اي شيء مسلم الا وفرمته ورميته للكلاب. اظن مفيش اكتر من كده محبه، من كتر المحبه عايز يمثل بجثه المسلمين ويرميها للكلاب في الشارع. عموما مفيش عندنا من ضربك على خدك الايمن اعتلاه الايسر، لكن مبدأنا العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. وساستمر في كشف حقيقة ادعياء المحبة والدعوة الى الله ما دمت على قيد الحياة، فالدعوة الى الله رسالة الانبياء.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين وواجه تحديات كبيرة خلال بعثته النبوية، ومع ذلك لم يتراجع عن رسالته، بل ظل متفانيا في دعوته إلى التوحيد والعبادة الصحيحة لله وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع. ورؤيتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام والشد على أزري كان بمثابة تجربة روحية ومعنوية قوية تعكس التشجيع والتأكيد على أهمية الصمود والاستمرار في دفاع عن الإسلام ومواجهة الهجمات والتحديات التي يواجهها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواجه هجمات ومعارضة جديدة من الأعداء خلال بعثته، ومع ذلك لم يتراجع عن رسالته ولم يستسلم للضغوط، بل استمر في نشر الإسلام والدفاع عنه بكل قوة وثبات. وسأستمر في صد الهجمات من أعداء الإسلام بالعلم والحكمة والأخلاق الحسنة، وما توفيقي إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.